باشرت الحكومة المحلية في محافظة بابل بتنفيذ أولى مشاريع الأمن الغذائي الطارئ، والتي تمثلت بوضع الحجر الأساس لمشروع تأهيل الطريق الرابط بين ناحية أبو غرق ومحافظة كربلاء بطول 10 كيلومترات وبكلفة تصل إلى 3 مليارات دينار، على أن ينجز في غضون 7 أشهر. يعني بداية خير إن شاء الله. اليوم وعلى بركة الله نضع حجر الأساس ونباشر مباشرة فعلية بواحد من مشاريع الأمن الغذائي، اللي هو مشروع تأهيل وصيانة طريق حلة كربلاء بمسافة 10 كيلومتر، اعتبارا من المدخل الرسمي للحلة القوس احنا نصطلح عليه باتجاه كربلاء وصولا إلى سيطرة أم الهوى. بهذا المحور يعد من المحاور المهمة والأساسية، كون حركة المرور بيننا وبين محافظة كربلاء تشهد زخم عالي على مدار السنة وعلى مدار الساعة، سواء من الوافدين المحليين من محافظة بابل أو من الزوار وضيوفنا الأكارم من المحافظات الأخرى اللي يمرون بمحافظة بابل وصولا إلى كربلاء. وهذا المشروع أعتقد يعني راح يضيف خدمة جديدة ورونق وشكل على هذا الطريق والمحور الأساسي اللي تكلمنا عنه. مشاريع الأمن الغذائي احنا في مؤتمر صحفي ايضا جمعنا مع حضراتكم، تكلمنا بانطلاق قرابة ما قيمته 70 مليار دينار عراقي من المشاريع الأمن الغذائي وحزمة جديدة طبعا.